رغم اننا في فصل الشتاء، بس حلاوة شمسنا ملهاش علاقة بشتاء او صيف. الحمد لله ربنا مدينا شمس ودفى طول السنة، لكن زي ما الشمس ليها فوائد كتير كمان ليها اضرار، ومن اضرارها تصبغ البشرة. يعني ايه تصبغ البشرة وازاي نعالجه مع بينكي كريم التفتيح والترطيب والتغذية لبشرة زي النجوم؟ ده اللي هنعرفه من ضيفتنا دكتورة دينا أبو السعود. مساء الفل. مساء الخير عليك يا حبيبة قلبي. عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله كله تمام. يعني ايه تصبغ البشرة؟ يعني نسبة الميلانين في البشرة بتزيد جدا. طبعا وانس ان نسبة الميلانين بتزيد بيحصل بقع، هو ده تصبغ البشرة. وزي ما قلت يا منال في المقدمة، احنا عندنا مشكلة أشعة الشمس الضارة مش بس في الصيف، طول الوقت. يعني يمكن ناس كتير تقولك لا انا مش هحط سان بلوك في الشتاء لان الشمس مش حارقة، لا السان بلوك لازم كمان في الشتاء. تصبغات البشرة بيجي تحتيها حاجات كتيرة جدا، منها نمش، منها اثار حب شباب، منها هالات سوداء، منها بقع ناتجة عن الشمس، واحيانا الوش بيبقع من ادوية زي كونتراسبتيفز اللي هي موانع الحمل، واحيانا تقدم في السن بيبقى البشره، لان وانس ان احنا تقدمنا في السن وشنا طبيعي انه بيتاكسد وبيطلع خلايا حره. ازاي نقدر نعالج البقع؟ ازاي نقدر نتفادى انها تطلع اصلا؟ ان احنا نستخدم كريم مهم قوي، كريم هيعمل طفره كبيره جدا جدا في عالم التجميل، لانه الحقيقه انا شخصيا جربته وعجبني قوي قوي قوي، كريم اسمه بينكي يا منال. البينكي ده بقى دور الكريم بينكي في مواجهة التصبغ بيعمل ايه؟ بينكي كل مكوناته طبيعية، وكذا مكون فيه بيشتغل على الميلانين. يعني انا زي ما انا قلت في اول الحلقة ان الميلانين لما بيزيد بيحصل تصبغات. طب ازاي اقدر اواجه المشكلة دي؟ ان انا استخدم كريم بينكي كله مستخلص عرق السوس. مستخلص عرق السوس ده the source of brightness او منبع التفتيح. عندي مستخلص التوت البري بيفتح جدا. عندي الشاي الاخضر، كلنا عارفين الشاي الاخضر انتي اوكسيدنتس، وبلس ان الشاي الاخضر كمان بيفتح ومناسب جدا للبشرة الدهنية. عندي مادة الساليسين، دي من اهم المواد داخل كريم بينكي، لان مادة الساليسين هي المادة اللي بتقشر بشرتي بلطف. بينكي بيساعد في الكلف جدا، كلف الحمل مثلا. أيوة. بيساعد جدا. وطبعا لازم اقول انه كريم مرخص من وزارة الصحة المصرية، فاي ست حامل هتستخدمه من غير اي سايد افكتس وما تقلقش خالص، لانه كمان مفيهوش مواد حافظة ولا في عطور تقدر تلهب لها بشرتها. طيب نجيبه ازاي؟ طريقة حصول كريم بينكي سهلة جدا، عندنا رقم ظهر على الشاشة، الكول سنتر موجود لخدمة جميع العملاء 24 ساعة، بلس ان احنا موجودين في بعض الصيدلات في جمهورية مصر العربية، اي محافظة على فكرة مش بس القاهرة، احنا عندنا عملاء في جميع محافظات مصر، الأقصر واسوان وغردقة، في كل حتة دلوقتي بيطلب كريم بينكي، فطريقة حصول عليه سهلة قوي يا منال. طب ده شيء عظيم جدا، يعني بينكي بيساعدنا في إزالة التصبغات وفي نضارة البشرة وفي علامات تقدم السن. انا بقول صح؟ زي الفل. زي الفل. الحقيقه فقرتنا خلصت حبيبتي. شكرا دكتوره دينا ابو السعود، ونتقابل بعد الفاصل.